ما راح تضطر انت تعرفني. فقرة فنية مع ضيفي المغني الرائع ألان جورج. مساء الخير ألان. مساء نور عزيزتي شهد. طبعا انت اليوم نورنا من امريكا مخصوص على مود هذا اللقاء. يا اهلا وسهلا بك، نورت دبي ونورت استوديو ظهيرة الجمعة. شكرا، شكرا جزيلا على هاي الاستضافة الحلوة الجميلة. يا اهلا وسهلا بك، انا جدا سعيد. احنا اسعد بوجودك ويانا. ألان، انت اطليت علينا قبل من خلال شاشة الشرقية بتغطيات من هولندا في فعاليات انت كنت مشارك فيها كمغني. أول شيء حابة أنه تحكي لي شوية عن بداياتك بالفن، شلون دخلت بهذا المجال، صار لك كم سنة، وشوية عن الفعاليات اللي شاركت بها خلال هالسنين. طبعاً في البداية أحب أستغل هاي الفرصة وأسلم على جمهور الراقي، جمهور مستمعين الشرقية. أكيد أكيد إحنا دائماً على تواصل ويا فضائيتنا. بصراحة احنا من اشد المعجبين بهاي الفضائيه، ودائما كنا نقدم اعمال في هولندا، وكانت الشرقيه موجوده دائما للتغطيه. اكيد طبعا. طيب ألان، انت شلون دخلت مجال الفن اصلا؟ بداياتك شنو كانت؟ الفن انا احس الفن هذا كان يجري بدمي من لما كنت صغير. اتذكر كنت اغني مع اصدقائي وطننا الغالي العراق، كان عمري وقتها ست سنين. كنا نغني مجموعة من أصدقاء، وهاي الموهبة كبرت ونميتها الحمد لله. كلش حلو. طيب ألان، أنت كنت من سكان هولندا قبل، ومؤخرا انتقلت إلى أمريكا أيضا، صحيح؟ أي نعم، نعم. وشاركت في هولندا في مهرجانات ومهرجانات غنائية، صحيح؟ نعم، كنا نمثل العراق بهاي المهرجانات، كانت على مستوى الجالية العراقية والعربية وأيضا الهولندية. حلو جدا. فإذا حتى الهولنديين ممكن يسمعون أغانينا؟ أكيد أكيد. إحنا طبعا إجت فترة تعاملنا مع أساتذة هولنديين بالموسيقى وخليناهم يغنون لغتنا. حلو حلو أنه نجذبهم إلى ثقافتنا. أكيد، وكلش حبوا الغناء العراقي، لأنه هو الغناء غني بالمقامات الأصيلة. صحيح أكيد. وعندنا أعمال موجودة على اليوتيوب. أكيد. طيب تسمعنا شيء على ذوقك من أول الأغاني اللي أنت سجلتها في حياتك مثلاً؟ عندي أغاني خاصة بي أكيد. سمعنا أي شيء على ذوقك؟ راح أسمعكم مقطع صغير من أغنية نزيف العراق، هي كانت من أول أعمال إلي الخاصة بي. أكيد يستاهل وطننا العراق العظيم أن نغني له دائماً. طبعاً طبعا هي عن الأوضاع اللي دائما تجري بالعراق. لا 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 تترك العراق نازفا بقلبه الجريح. لا 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 تترك العراق نازفا بقلبه الجريح. صلوا معي صلوا معي صلوا معي قيامه بنوره الصريح. لا 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 لا. يسلم صوتك وإحساسك، أغنية أكثر من رائعة، وأحب الفنانين اللي عندهم رسالة. وأنت من بداياتك مقدم أغنية إهداء للعراق، فحلو أنه أنت من البداية راسم أنه لفنك دائما يكون أكو رسالة. أكيد، هذا كان عهد مني أنه في يوم إذا وإحنا قاعدين نشوف هسه مقاطع من اليوتيوب من أغنيتك. لا 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 لا
يترك كل عراق نازفا بقلبه الجليل. لا 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 تترك كل عراق نازفا بقلبه الجليل. صلوا معي صلوا معي قيامه بنوره الصليب. لا 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 حتى لو تصوير بسيط أكثر من رائع. الأغنية كلش جميلة واستمتعنا بها بصوتك واستمتعنا أيضا لما شفناها على اليوتيوب. حابة أسألك ألان حاليا شكرا. أنت على شنو قاعد تشتغل؟ قبل فترة تقريبا يعني شهرين اشتغلنا أغنية عراقية جديدة ستايل جديد المطلوب اللي هو الهوى. اشتغلناها بالعراق. حلو. سافرتوا للعراق اشتغلتوها؟ طبعا التكنولوجيا هسه تساعدنا انه ما نسافر أكيد. مسافات اكيد ونقدر نتعاون مع الاستوديوات عن طريق الانترنت. واكيد انا اتمنى انه شي يوم ازور بلدي العراق. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. وحاليا قاعدين تشتغلون على الاغنيه اللي هي بالهيوة يعني ستايل الهيوة. ستايل الهيوة نعم. وكذلك مثل ما الاغلبيه اللي يعرفوني كل فتره اصدر هم من اغاني بلغتنا الثانيه لغه العراق اللي هي الاشوريه والكلدانيه. اكيد طبعا. فاللي يعرفوني يعرفون انه اغني اكثر من لغه. طيب احنا هسه صراحه طمعنا بما انك ذكرت الموضوع احنا راسا نريد نصير نسمع ونتفاهم. تقدر تسمعنا شيء بصوتك الحلو باللغه الاشوريه او الكلدانيه؟ راح اغني لكم بعد شويه بس حابب قبل هاي عندي موال اريد. اكيد طبعا تفضل. اهديل خاصه بهاي الاحوال اللي ديمرون شعبنا بيها. اكيد احب اقدم لكم الموال وبلكت اذا استاذ فراس يقدر يطلع واحده من الاغاني عندي اياها مصوره بفيديو كليبس ان شاء الله. انت غني لنا الموال واكيد راح يحطوا لنا المقاطع على الهواء. تدللون يسالوني شجاك شبيك حيران يسألوني شجاك شبيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان سبب كل حزني هذا عندي بستان جنة على الأرض فاكهة وأغصان ونخيل الدنيا عندي واحلى نهران ونخيل الدنيا عندي واحلى نهران واغنى ارض اغنى ارض عندي بالبطولات شعب علم وفكر انتو اهل الحضارات لكن للأسف لكن للأسف ما من سنة ارتاحت من حرب الحرب من حرب الحرب كل يوم طوفان يا ويلي أوف 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 يا عاش صوتك والأغنية أكثر من رائعة وأكيد نتمنى الأمن والأمان لجميع العراقيين. آمين آمين إن شاء الله. ألن ذكرت قبل شوية باللغة الكلدانية والآشورية أنه أنت أيضا تحب تقدم أغاني. نعم. تقدر تسمعنا شيء هسه؟ لا تتوقع أنه إحنا ننسى شيء. ما شاء الله على ذاكرتك. اوكي خل نغني لكم
أغنية أكثر مسموعة هي الكل يعرفوها الأغلبية، وكذلك غنوها البعض من المطربين العراقيين معروفة. كلنا أذان صاغية. يمولى لبي ورا قفن جارة بنطارة دايم الله بسفارة إما البلطات الغدارة. يمولى لبي ورا قفن جارة بنطارة دايم الله بسفارة إما البلطات الغدارة. حبيبي شلون ينساني أبقى مهموم وحداني عزيز الروح خلاني أنا أدور على دياره. يوم وليلة بيوارا قفن جارة بنطارة دايم الله بسفارة إما البلطات الغدارة. يسلم صوتك وإحساسك. شكرا. ألن حاليا أنت ذكرت الأشياء اللي قاعد تشتغل عليها، الأغاني اللي قاعد تشتغل عليها، حابين نعرف شنو طموحك بالمستقبل وشنو مشاريعك المستقبلية؟ هو حقيقة أنا شغلي كان بالكوميونيكيشن الاي تي، بس من كثر ما إجالي طلب أنه أبقى أنه أغني وتكون عندي أغاني خاصة بي اضطريت أن أترك الاي تي وشغلي. تركت مجال شغلك اللي كنت فيه وهسه حاليا أنا متفرغ فقط للغناء. حلو. فأكيد طموحي أنه الأغاني اللي نسويها نقدمها وتوصل لجمهورنا، ولو هذا الشيء كلش صعب لأنه قبل كنت في أوروبا في هولندا والجميع يعرفون أنه للفن هي مقبرة. مقبرة الفن هناك صعب نوصل صوتنا أو أغانينا. هسه حاليا بأمريكا عندنا جالية هل كبيرة. لذلك أنت انتقلت إلى أمريكا؟ نعم. أوكي. عندنا جالية كبيرة هناك، عندنا فضائيات وراديوات، فهذا الشيء يخلينا يكون فرد حافز أنه نقدم دائما أشياء جديدة. أكيد. وأكيد الأغاني اللي نختارها أكو وراها رسالة طبعا، ونحاول دائما أن نقدم أغاني راقية، فن راقي، وأكيد أكيد انتظرونا قريبا عندنا أعمال جديدة، وعلى طول نصور عندنا الأغاني اللي نقدمها حاليا دا نصورها فيديو كليب. حلو. نتمنى لك الموفقية أكيد، وكلنا حماس إنه نشوف أعمالك الجاية. ألن حابة هسه إنه تسمعنا شيء ثاني على ذوقك يكون إهداء لمشاهدي ظهيرة الجمعة. أوكي. راح نقدم لكم أغنية شلع قلبي. هي حصريا على قناة الشرقية لحد الآن. يعني الشرف إلنا إنه أنت راح تنطينا شيء حصري أكيد. عزيزي، وأتمنى أستاذ فراس إنه يكملها من عنده. اللعب باللايف كليته موجود وراح يحطون كل المقاطع اللي احنا نريدها ان شاء الله. حلو. اذا الوقت سمح لنا اكيد، بس حابين انه نستمتع بصوتك. تسلمي لي. شكرا. كل ذوق. شلع 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 قلبي ولا 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 تشنى كون يشلع الله قلبه حيل تعبت من روحي طلع كذبة حبه والله طلع كذبة حبه والله. شلع 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 قلبي ولا 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 تشنى كون يشلع الله قلبه حيل تعبت من روحي طلع كذبة حبه والله طلع كذبة حبه والله. أبد ما يعرف يحب طلع حبه بس كذب. أبد ما يعرف يحب طلع حبه بس كذب. ويا ما أبقى أحبه ويا ما أبقى أحلها كل من يروح على دربه كل من يروح على دربه. شلع 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 قلبي ولا 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 تشنى كون يشلع الله قلبه. يعطيك ألف ألف عافية. شكرا أنه أنت كنت متواجد ويانا اليوم، سعدت باللقاء وياك وبالحديث معك وبأغانيك الحلوة، ونتمنى لك أكيد كل الموفقية في مسيرتك الفنية، ونتمنى أنه أكيد نشوفك ويانا موجود مرة ثانية. شكرا جزيلا عزيزتي شهد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم، وأشكر الشرقية على هاي الاستضافة الجميلة. يا أهلا وسهلا بك، شرفتنا.